أستاذة سميرة، أنت معي تسمعينني، أوجه لك نفس التساؤل حول تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط، على إقليم الشرق الأوسط ومنطقة أيضا الدول العربية. سؤال لي؟ نعم، أهلا بك. نعم، أهلا وسهلا أستاذة، أهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. في الحقيقة أن الحرب الأوكرانية الروسية كان لها عدة تأثيرات على المنطقة العربية، وأهمها الأزمات التي مرت على الدول العربية، منها الأمن الغذائي، منها يعني حالة الاستقطاب التي نراها من هنا أو هناك من طرف الدول الغربية ومن طرف روسيا في محاولة لاستقطاب دول عربية لصالح طرف ما، لكن أهم نتيجة لكل الدول العربية هو حالة الحياد التي اتخذتها هذه الدول أن تكون أن تضمن ربما سلمها تجاه أي طرف، أن تكون محايدة، لا تترك لأحد أن يستغلها أو يستغل أو وضعها الداخلي. فلهذا أهم شيء كانت تعمل عليها الدول العربية خلال هذه الأزمة الأوكرانية الروسية هو أن تكون محايدا بإيجابية، أي أنه يحاول أن يزرع السلم وأن يحاول الوساطة من أجل أن يضمن السلام العالمي وأن لا يؤثر على مصالحه الشخصية كل حالات الاستقطاب التي تمت في هذه المرحلة بالذات.